ليجين الا كان ما كنشوفو ليجين والسلامه الصحيه كترتبط لنا ديما غادي مع لا بوشي في ما كتشوف البوشي ولا البوراي ولا شي حاجه د الماكله راه خص ليجين. شنو ليجين؟ هي السلامه الصحيه او حفظ الصحه. نتمنى غادي نحفظوا راسنا ونكسبوا السلامه الصحيه. لي باكتير اولا نعرفوا هذا العدو ديالنا اللي غادي نصوبوا هذه الاجراءات ضده ونعرفوا بعد نتعرفوا عليه اللي هو الباكتيري. الباكتيري كاين فيهم اربعه انواع. كاين اربعه انواع الباكتيري. كاين الباكتيري اللي هما بانال يعني عايشين معنا تاهما في الهواء كيبغيو الهواء اللي كنبغيو كيبغيو الماء اللي كنبغيو وعايشين ما كيضرونا ما كنضروهم. وكاين لي يوتيل اللي هما اساسيين لينا نافعه. هي البكتيريا النافعه هي اللي كنستعملوا في اللبان دوك لي زارو دوك الريحات الزوينه اللي كنشموا في دانون سون دي بكتيريا سيليكسيوني يكونوا مختارين وعازلينهم كيستعملوا. كاين البكتيريا كيستعملوها في الهضم كاين البكتيريا اللي كنستعملوا في العجينه انها كنستعملوا ديك الخميره وكذا هادو كلهم يوتيل. وكاين لي باتوجين هادو هما اللي كيجيونا من لي كونتاميناسيون كروازي من العدوى المتلاقيه ولا كروازي اللي كيتكروازو معنا. بحال دابا في المزال عندنا لافوراي عندنا لو بولي وعندنا فيون روج اللحم هذا عندو دي باكتيري ديالو خاصين به ولي فيون روج عندهم دي باكتيري خاصين بهم والحوس البواسون عندو حوس خاص عندو دي باكتيري خاصين بهم. إلا مشى هاد الباكتيريا تتقاسمنا مع هذا كيوليو لنا باتوجين كيوليو لنا إما كيزحفونا إما يعميونا إما يطيحو علينا الكرش إما وإما. وكاين وكاين الحوس عاوتاني كذلك إلا مشاو تتكروازاو لنا هنايا راه كيولي إما يدير لك الحبوب حيت عندنا كاين واحد الباكتيريا اللي هنا كيسميتو الستافيلوكوك بحال واحد دابا كياكل الحوت وكينوض فيه الحب. هو الستافيلوكوك هو البكتيريا اللي كتكون في الحوت سيرتو ملي كنكونو كنخويو الحوت من المصارم خصنا ما نقطعولوش المصارم ديالو باش ما يخرجلناش داك البكتيريا وكيسمى اللحم وناكلوه ويدير لنا اللحم. كذلك البولي عنده واحد البكتيريا اللي سميتو السالمونيل وهاد السالمونيل عاوتاني الا مشات تنقصت لنا اللحم كيولي لنا باتوجين. إذا ديما ملي كنقولوا ليجين نتعرف مع البكتيريا البكتيريا اللي كتكون في اليوم شنو سميتها؟ اللحم فيها سيدي معاك كساء وكسوسو شي حاجة ما عرفتهاش المهم عقلي عليها لأن اللحم راه عنده البكتيريا ديالو. المهم ملي كنقولوا البكتيريا ليجين كنقولوا بكتيريا شنو اخر خصنا العنصر اللي موراه اللي خصنا نراعيوه مباشرة من عرفنا دابا البكتيريا هذا كاين العنصر ديال درجة الحرارة لا تومبيراتور. أستاذ تسمح لي؟ وي هذا كاين البكتيريا كاين أربعة بانال أوتيل باتوجين كاين لي زانايوروبي ولي زايوروبي هما اللي كنديرو ديك العملية ديال السوفين كاين دابا في فوراي كيدير واحد لا ماشين وكيديروا اللحم في واحد الفلاف واحد السيد عارفه تسمى السوفين كديرها وكتشدي السوفين كتحيد منها الهواء. علاش كنحيدوا منها الهواء؟ غير باش نبلوكيو ديك البكتيريا ما تكاثرش لان كما كنعرفوا بكتيريا وحده كل ثلث ساعه كل 20 مينيت كتقسم على جوج. بكتيريا وحده في 48 ساعه كتولي لنا 5 ديال المليار 5 المليار وشي 800 مليون سكان العالم. بكتيريا وحده في 48 ساعه كتولي لنا 5 المليار. داكشي اش هي كنستعملوا لا تومبيراتور وهاد السوفيد هاد البيكات باش كنبلوكيو لا ملتيبليكاسيون ديال البكتيريا باش كنبلوكيوها ما كنخليوهاش تتكاثر لان راه العافيه واحد الدرجه العافيه كثيره هي اللي كتكثر.
اما البروده او لا خاطر يكون السوجي اللي فيه موان 18 ولا هذا ما كيغسلوش غير كيبلوكي البكتيريا. اذا قلنا ليجيان فاش كنذكروا على ليجيان كنهضروا على البكتيريا كنهضروا على لاكونفيراتير كنهضروا على البكتيريا وكنهضروا على لاكونفيراتير كنهضروا على لا تراسابيليتي. هو المسار ديال ديك ديال ديال ديك السلعه اللي راه عندنا فين كانت وكاع لي زيطاب ديالها كنكونوا متبعينهم. علاش؟ باش ملي كتكون عندنا شي عدوى او لا شي تسمم او لا شي حاجه من خلال هاد لا تراسابيليتي كنمشيو ديريكتومون لا روماي. دابا في المثال انت كتخدم مع لي فورنيسور بزاف ولكن جات واحد لاندوكسيكاسيون واحد التسمم جا باش تعرفوا عن الطريق التراسابيليتي. وهاد التراسابيليتي كيكونوا فيها تروا روجيست ثلاثه ديال لي روجيست. الروجيست الاول كنديروه في لا ريسيبسيون كنشوفو لا تمبيراتور ديال الكاميو فاش جات كنشوفو لا تمبيراتور ديال الحام كنشوفو النيتواياج كنسمعو عليه لا بروبروتي تاع الكاميو كنشوفو كنعرفو لا راس شمن راس نيميرو دو بوكل فيو كاش خلاق الى اخره بوا الى اخره. هذا الروجيست الاول. الروجيست الثاني كيتسمى الروجيست دو بريباراسيون. هل دابا كل طرف ديال اللحم كيجي الا عند واحد لو نيميرو دو لو عند واحد لو نيميرو. ملي كنكون كنصوب انا البريباراسيون باغ اكزومبل عندي واحد عندي دومي كاركاس هاد دومي كاركاس جاتني نهار من فلان الفلاني من عند فورنيسور فلان الفلاني ها البوا ديالها ها لا راس هكذا ولكن ها شنو بريباريت منها بريباريت منها باغ اكزومبل 60 باركيطا ديال الفوفيلي و 30 باركيطا ديال الطاجين سونزوس دي نابورت كو باش دوك لي باركيط فاش كيذبحهم على الكليان وكيديهم وكتوقع عليه شي مشكله كنعرف داك اللحم منين جاري لان في الفلوريس دو بريباراسيون كيديروا حتى لود فورنيسور باش كتعرف انت داك الطرف ديال اللحم منين جاي واش من عند فلان ولا من عند علان ولا من فاس ولا من كازا ولا من الرباط كتعرف ديريكتومون. كاين عاوتاني روجيست برودكسيون لا دو بريباراسيون ولا دو برودكسيون وكاين روجيست ديال لا ريسيبسيون هو منين جا وفين الاصل ديالو نيميرو دو بوك لا راس الى اخره. وكاين روجيست روجيست destination. لا لا de production ou registre de réception. Si la date d'abattage, on a un petit peu l'envoi le coup, tu peux te dire, ou la date de réception, tu peux te dire, ou le poids. Trois registres qui comptent. La traçabilité, c'est-à-dire le registre de production, de réception. Et le troisième, c'est juste très beau, mais il me dit le stock. Le stockage stock. Il y a un petit peu de stock. Qu'est-ce qu'on dit là, un petit qu'il y a. Il y a la date d'abattage, parce que c'est le genre d'audit qui joue la date d'abattage, ou la date de réception, ou le poids de grâce. هادو باش كنضمنو لا تراسابيليتي. ها قلنا كنشوفو البكتيريا كنشوفو لا تمبيراتور كنشوفو لا تراسابيليتي كنشوفو لا ماش او ناو. يعني لا ماش او ناو يعني اللحم لو برودوي ديالنا ديما كيمشي فواحد لو سونس. مثال عندنا مركز بلاصه اللي فين كنسلمو البضائع على ريسبسيون كيجيني اللحم في لا ريسبسيون هذا لالي كنمشيو لو فريغو. لو فريغو عندو جوج بيبان. الباب الاول كندخلو منو السلعه و باب كنخرجو منو السلعه
تي كنخرجوا السلعه فير لاتولي اتولي هذا فيك الى الاخير لاتولي لاتولي عاوتاني هذا مارشو نافو هذا راه صافي اسمح لي صافي قلنا لا مارشو نافو من لا ريسبسيون كنديوها هذا الي هذا ممر كنديوها لو فريغو لي فريغو كيكون عندنا بجوج البيبان باب كندخلو منو اللحم وباب كنخرجو منو اللحم لاتولي لاتولي كذلك عندو جوج بيبان الباب ديال الفريغو والباب اللي كتخرج لنا الريون الريواق يعني اللحم ديالنا كيمشي لنا غير في هاد لو سونس حتى للريون حتى لو كليون وكيمشي بحال هادو ديما هاد المسار وهاد الدوره هادي ديال اللحم هاد السيركوي هذا ديما كيمشي علاش باش كنيفيتيو لي كونتاميناسيون على بس السلعه جبتها دخلتها لهنايا وهنا هاد لاتولي خصني ما تعداليش 20 دقيقه ملي كون كنبريبار علاش 20 دقيقه انا قبيله قلنا كل بكتيريا اذا كنا درناها خليناها في لا تمبيراسيون امبيون كل وحده كتفرق على جوج ثلث ساعه كتفرق على جوج الا حنا خصنا نتعداو ديك ثلث ساعه باش نخليوها ديما مبلوكيا ونخدمو بزاف ونبريباري ونوليو ندو الساعه الفريكو للطروا دوكري علاش هنا راه كاينه من 12 حتى 14 دوكري يعني لا تمبيراتور هي طلعات هنا اذا البكتيريا اللي ركزت فيها هي 20 دقيقه راه ولات لي بكتيريا فيها 5 مليار و 800 مليون قلنا كاين لا تراسابيليتي البكتيريا كاين لا تمبيراتور لا تراسابيليتي لا ماش اون افو وكاين واحد العنصر اللي هو لا سيباراسيون العزل لا سيباراسيون المازال دابا كنشوفو دابا في هاد الوقت هذا راه كاين البوشري والفولاي دو ريون واحد لحوم بيضاء واحد لحوم حمراء باش نيفيتيو هذيك الكونتاميناسيون السيرمونيل اللي ما يمشيناش للحام واللحم ما يمشيناش لا كنسيباري كنديرو واحد العزل بحال دابا لي زابا كنديروهم بوحديتهم الغلمي كنديروه بوحدو البقري كنديروه بوحدو لي زارتيك ايلابوري واخا مشتقه من اللحوم لان راه تخدمات وكدا كنديرو سيباراسيون علاش باش نيفيتيو لي كونتاميناسيون كرواز كذلك لي هاشوار ما كتكتا ديال لافوري بوحدها ديال البوشي بوحدها لي كوتو ماس ديال البوشي بوحدهم وديال ديال الفوري بوحدهم باش نيفيتيو لي كونتاميناسيون هادي كتسمى اذا جنا باش فاش كنهضرو على ليجيان كنهضرو باش زعما يصور يصور فاش كنهضرو على ليجيان كنهضرو على البكتيريا البكتيري كنهضرو على تومبيراتور عقلو معايا اللي ما فهمش شي حاجه يقول عاودها كاين لا تراسابيليتي كاين لا مارش اون افون اوكي لا سيباراسيون لحد هنا متفاهمين ياك كاين شي سؤال هنا مكاينش شنو كاين اخر في نظركم نتوما شنو كاين دابا كنهضرو على ليجيان كنهضرو على لاكونتيراسيون كنهضرو على لاكونسابيليتي يعني المسار كنهضرو على لاماش اون يعني كيمشي لنا غير واحد الاتجاه واحد ما كيمكنناش نمشيو باللحم هنا وندخلو به لاتوليي ونمشيو به للريون ولا التيمار تكون عندي شي حاجه غادي تطرما ولا هذا غادي تعدي لي كدو ندور بها حتى نعدي كاع الاماكن كنديرو لاماش اون افو كاين لا سيباراسيون يعني العزل ضروري باش نيفيتيو لي كونتاميناسيون كذلك كاين نيتواياج بغيت نسمع منكم نيتواياج اي ديزانفيكسيون نيتواياج شنو هو نيتواياج وشنو هو ديزانفيكسيون تعقيم و نيتواياج كنحيدو كاع كل اي حاجه كنشكوها من عين المجرده كنحيدوها نديباراسيو لي طابل كنمسحو الماس نغسلوهم بالماء والى اخره ديزانفيكسيون
هو كنحاربوا كل ما لا يرى بالعين المجرده. وما كنديزافيتي هي التعقيم، كنعقبوا ضد الباكتيريا. كنعقبوا ما التعقيم كاين دي برودوي خاصين للتعقيم، ما كنستعملوش لا جافير لا هذه، لان اللحم كيشم ستان اليمون اليمونتير كيشم، كنستعملوا مواد اللي ما فيهاش الريحه، هذاك الديزانفيكتور راه ما فيهش الريحه، كاين اللي فيه الريحه، ولكن حنا بالنسبه للحم اللحوم ما يمكنش تجيبوا نون بارفيمي، ما فيهش كاع حتى شي ريحه. طبيعي. اذا نيتواياج دي ديزانفيكسيون، هاد ديزانفيكسيون راه ضروري ما كنغسلو وكنشفو وكنضربو البيستوري ديالنا بالبرودوي وكنخليوه 20 مينوت تقريبا 20 دقيقة. علاش؟ باش داك الدواء داك البرودوي يدخل يدير المفعول ديالو، لأن كاين ما يسمى دي باكتيري اللي كيحميو راسهم، كاين دي باكتيري كيدير واحد الغشاء باش كيتسمى سبو، كيدير واحد الغشاء خصك تجيب لابروس ميتاليك وتحك مزيان وتشفروطي عاد كتقبل طيب. من بعد كنشفو حتى الماء، لأن حتى الماء سي ان ميليو فافورابل ديال الملتيبليكاسيون ديال البكتيريا، حتى هو كيساعد البكتيريا تتكاثر نيتواي ديزانفيكسيون. كاين شي سؤال؟ بالنسبة للتمبيراتور ويا نسلو بالنسبة عندنا لا ريسيبسيون هادينا لي تمبيراتور كاين ريسيبسيون شنو هي ريسيبسيون هي تسليم البطاريا كاين فريغو كاين اتولي كاين رايون لان هاد الاماكن هادو فين كنديرو اللحم كيما منهم اللحم لي طومبيراسيون كل واحد عندو لا طومبيراسيون ديالو هاد طومبيراسيون ديال لا ريسيبسيون اللي كتكون متعداش فيها 40 دقيقة كتكون غير في كيجيبي 5 6 4 غير في كيجيبي المهم تكون فيها البرودة غير في كيجيبي فريغو 3 ديغري شوف عندي 3 لاتولي من 10 حتى 12 حتى 14 دوبي ريو من 4 ل 6 هاد لي طومبيراتور راهم انترناسيون بالنسبة للحم تخزين للحم يعني في بوكس يكون فيه 3 مكاينش أكثر من 3 يكون يقدر يكون حتى جوج يكون مكونش أقل من جوج علاش باش ميبزلش اللحم باش ميكونجليش اللحم باش كونجلي اللحم باش ولي تتبيعو كيدي كونجلي كيولي سموم لاتولي فين كنخدم 10 12 داكشي اللي قلت لك أنايا ميتعداش في البريباراسيون 20 دقيقة لأن كتكون من 3 وكترجع 12 راه كيستيون سي كيستيون كذلك الريون من 4 ل 6 ولكن هاد 4 ل 6 غير للبيع في 3 ديال البيع بريزون بوان يعني راه في الليل باش شي حاجه غنخدم كاين شي سؤال كلشي باين هاد المعلومات راهم مهمين الشيء ديال الهيجين البكتيريا راه مهم